هاي جاي، صباح الخير. طبعا فيديو اليوم راح اوريكم طلعاتي خلال 3 ايام، وين رحت وين جيت. وبعد ما يخلص الفيديو راح اوريكم مشترياتي اللي شريتها في الطلعات هذول. قبل ما نبدأ فيديو اليوم ودي اشارك معاكم فطور اليوم، اسوي فطوري اليوم معاكم. بس لا تنسون انكم تشتركون قناتي وتفعلون زر الجرس عشان اي فيديو جديد يوصلكم على طول، وتكونون اول ناس تشوف هذا الفيديو، وتحطون لايك للمقطع هذا وتكتبوا لي بعد رايكم بالتعليقات. يلا. وبس والله هذا فطور اليوم المتواضع. اترككم مع فيديو اليوم، باي. طيب خلوني اوريكم القناة اللي جايبتها لكم اليوم، اللي هي قناة امجاد. قناة امجاد برضو من القنوات اللي تنزل يومياتها، تنزل فلوقات، اشياء تخص البشرة، يعني محتوى يناسب البنات، والبنات راح يحبونه. بس ودي تاخذي لكم فرع على قناتها، واكيد انها راح تعجبكم، واشتركوا في قناتها وخلونا نوصلها اكبر عدد من الاشتراكات الممكنه. راح اثبت لكم قناتها بصندوق الوصف، وبعد راح اثبتها لكم بالتعليقات. لا تنسون تشتركون في قناتها. اللي راح استخدمه اليوم خلونا نشوف. طبعا زي ما تشوفون طلع الماسك ماسك للعين. Oh my god, it's so nice. بارد. قبل ما ينشف الماسك راح اروح معاكم اسوي لي قهوة وأوريكم حالة واصلني. الحين اقدر اوريكم الشيء اللذيذ اللي واصلني حلا، مرة متحمسة اوريكم اياه. تشوفون فتحت البوكس، طالع امانة، بس ابغاكم تشوفون اللي واصلني بدون ما انا اتكلم، بس ابغاكم تشوفون كيف طريقة ترتيب الحلا يفتح النفس. لأي شخص حاب يطلب من عنده راح أحط لكم حسابه بالإنستغرام، ادخلوا وتفرجوا على الحلقة اللي عنده.
هذا مو طبيعي كيف يمدحون الناس. تدريني ولا مره اشتريته. ما في تست؟ الا في تست. اتوقع هذا حسام مرة حلوة باللبس. طبعا انا مو جوي ابدا برجر كينج بس خالتي تحبه. هلو جايز، طبعا كالعادة فقط مشتريات راح اوريكم وش شريت. طب اول شي خلينا نبدا بهذا الكيس اوريكم وش داخله. طبعا شريت لي محفظة لاني احس هالفترة مرة احتاجها. بطايقي صايرة مرة تضايع وتطيح بالشنطة واحس انها عملية وراح تخدمني بعد بالجامعة. حلوة مرة. كيوت. وسعرها بعد حسيتها مناسب. سعرها 375. مرة كيوت. خلوني اوريكم وش شريت من زارا هوم. شريت معطر للغرفة للمفارش للبيت عموما، مرة حلو. اخذت انا هذا النوع للامانة. اللي انا شميته تمام، اللي انا شميته كان غرشة بلاستيك، وهذا اللي شريته غرشة قزاز، والريحة تختلف الصراحة. بس برضو حسيت انه هذا مو شين، يعني هو حلو لما يبرد، ريحته شوي جاية على عود، ريحته حلوة.
وسعره كم؟ سعره 129، لاني انا حاليا قاعدة اعطر غرفتي بمعطرات جسم، احس عطوري قاعدة تخلص يا اخي حرام. فاشتريت واحد يعني بس بغرفتي. بوريكم الاشياء اللي شريتها من بنك. عاد انا اللي يعرفوني احب بنك، صدق احب بنك. فاخذت الحين، هم حاليا مسوين عرض ان تاخذون بلوفرين بسعر 400 ريال، يعني البلوفر او الجاكيت يطلع لكم ب 200 ريال. فهم اسعارهم الصراحه بالبلوفرات دائما اخذها ب 275، فيعني اخذت اثنين خصم لي يمكن 150 ريال، فكويس حلو العرض. فبوريكم الاشياء اللي اخذتها. هذا البلوفر مرة كيوت حلو، وأحب أنا البلوفرات اللي تيجي من هنا كذا من عند الرقبة، مرة حلو. وأخذت واحد ثاني، هذا شوي جاي كذا كبير، شوفوا دقيقة، جاي كبير وطويل بعد، كذا تلبسونه مع ليجنز يطلع مرة حلو، صدق يطلع مرة حلو. هو أسعاره كم سعره؟ هو بالأصل سعره بالأصل شفته 275 ريال، فيعني هم مسوين عرض تاخذون اثنين بقيمة 400، يعني صدق خصم لكم 150 ريال، فحلو. أخذت بعد من بنك عطر أحبه مرة، هذا هو. اتوقع اللي يتابعوني من قبل يعرفون اني انا من زمان اشتري هالعطر واتعطر فيه، احبه مره مره مره، ريحته خفيفه، حقه صباح، تحطينه كذا بعد الشاور للبيت، مره حلو بنات، صدق مره يعجبني. وصح بالنسبه لهذا العطر حاليا شوفوا هو بسعره بكم؟ 90 ريال، بس حاليا مسوين عرض ان تاخذون 3 عطور او كريمات بقيمة 150 ريال، فيطلع لكم أرخص بكثير. يعني أخذت بعد من الصيدلية أخذت قطن وجه. شوفوا أنا القطن عندي أستهلكه بشكل مو صاحي، بسرعة أخلص من عندي، دائما أشتري. أخذت غسول ميك اب، غسول ميك اب مزيل ميك اب. واخذت كونسيلر ميبلين فيت مي رقم 25، للأمانة حقي لسه جديد بس ما ادري وين اختفى. بس والله جايز كذا اقدر اقول ان فيديو اليوم خلص. لا تنسون بناتي اذا عجبكم هذا الفيديو تكتبوا لي تحت رايكم بالتعليقات وتحطون لايك للمقطع هذا، وبعد اذا حابين اسوي لكم فيديوهات تخص العيد، تجهيزات العيد، اكتبوا لي بعد تحت بالتعليقات. مع السلامه وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجديد.